دكتور عادل عبد الغفار متحدث باسم وزاره التعليم العالي. هل لدينا، مساء الخير اولا، هل لدينا حصر باعداد الطلاب المصريين في تركيا؟ تحياتي لحضرتك، يعني استكمالا لما قال به سياده الوزير من تصريحات، احنا حضرتك وزاره التعليم العالي والبحث العلمي متعاونه مع وزاره الخارجيه في هذا الشان. المنصه العلميه الخاصه برصد طلاب الاشراف العلمي للطلاب المصريين الدارسين في الجامعات الاجنبيه، تحديدا بالنسبه لتركيا عندنا 2400 طالب مسجلين على منصه الاشراف العلمي بوزاره التعليم العالي. تم ايضا امداد وزاره الخارجيه بعدد الطلاب الدارسين في الجامعات الجنوبيه لتركيا اللي هي المقاطعات اللي هي اما حدث فيها الزلزال او قريبه من الزلزال. تواصلت وزاره التعليم العالي من خلال منصه الاشراف العلمي بقوائم البريد الالكتروني المسجله عندنا بكافه الطلاب. كان في رد فعل من عدد كبير من هؤلاء الطلاب من كافه المقاطعات بالوضع. اذا كانت هناك ظروف صعبه لدى البعض فهؤلاء الطلاب بالفعل تم نقل طلباتهم واساليب الدعم التي يطلبوها الى وزاره الخارجيه. طب 2400 طالب مصري في اي، هل موجودين في المناطق المصابه مثلا ولا ايه؟ الحمد لله معظم هؤلاء الطلاب، بنتكلم على 90% في الجامعات اللي هي بتقع في شمال تركيا ووسط تركيا. العدد البسيط جدا من الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات التركيه، في الجامعات الجنوبيه بالتحديد في 3 جامعات، وبالتالي الاغلبيه العظمى الحمد لله في مناطق بعيده عن المناطق المنكوبه بهذا الزلزال المدمر. فالاغلبيه العظمى من خلال البريد الالكتروني اللي تم الرد علينا بالامس واليوم حالتهم مطمئنه. البعض كان له طلبات والحقيقه نقلها قطاع البعثات لوزاره الخارجيه امس واليوم. هل تم رصد اي اصابات، اي ضحايا لا قدر الله من بين هؤلاء الطلاب؟ وانا عارفه ان عندهم اتحاد للطلبه. ده حقيقه اتحاد للطلبه، كافه البريد الرسائل الالكترونيه اللي وصلت لنا من خلال الطلاب الحمد لله كلها مطمئنه، لان زي ما ذكرت لحضرتك الاغلبيه العظمى من الطلاب في جامعات الوسط والشمال، القله من الطلاب في الجامعات الجنوب. فكافة رسائل البريد الإلكتروني كانت مطمئنة. البعض من الطلاب في جامعات الجنوب كان لهم طلبات وطلب الدعم، ونقلنا هذه الرغبات وأسماء هؤلاء يعني الطلاب. عايزين ينتقلوا إيه؟ يروحوا جامعات أخرى في تركيا ولا يرجعوا مصر؟ ليس جامعات أخرى، ولكن في هذا التوقيت لأن تم نقلهم إلى أماكن إيواء ويرغبوا في سكن سريع لأن رغبات هؤلاء الطلاب. هل في عددهم قد إيه يا دكتور عادل؟ لا الحقيقة حضرتك اللي جانا من جامعات الجنوب 14 طالب وطالبة، وتم فعلا يعني موافقة وزارة الخارجية بكافة البيانات المتاحة عن ال 14 طالب اللي هم في مناطق الجنوب بالأمس بكافة البيانات المتاحة بقطاع البعثات بوزارة التعليم العالي. شكرا دكتور عادل عبد الغفار متحدث باسم وزارة التعليم العالي.